بسم الله الرحمن الرحيم. خالص التعازيم على الصديق الصحفي عياد الحربي الذي كان من المفترض ان يكون عليه حفل التكريم اليوم، ولكن ان شاء الله ان يتوفى والده عصر اليوم سالين المولى ان يرحمه بواسع رحمته وفسيح مفردته. عندما تسلفت الصدر بعتادها وسلطاتها وعددها ومؤسساتها بوقت الحراك الشبابي الإصلاحي الذي بات مزعجا لها ولكل أرباب الفساد، وقد كانت دائما تتمترس خلف محراب القضاء منفقة التهم الكيدية للشباب والنواب وتزج بهم في غياهب السجون، انطلق من كنانة الحراك الشبابي أشد النبال ضرارة وخيرة المحامون ليصيبوا قلب السلطة بمقتل، ولا يهم السهم أن يعود لكانته سالما بقدر أن يهمه أن يصيب هدفه ولا يحيد عنه. نحتفي اليوم بثلاثة نبال وثلاث محامون، هؤلاء النبلاء قولا وفعلا وصولا، والتخصيص هنا لا يقتضي النقام، فهناك الكثير والعديد من زملائهم المحامون الذين ذادوا عن الحق داحرين الباطل بسلاح القانون والمبدأ. وفي السماء نجوم لا عداد لها، ولا يمكن أن نحصي كل النجوم التي تنير الأفق وتشع نورا وترشد التائهين الذين يقفون بكل شموخ كطاحونة هوائية ما زادها مضايقات السلطة إلا إنتاجا وطاقة. تحية إجلال لفرسان المحاكم الثلاث ولجميع الفرسان الذين رفعوا شعار بيت أبي العلاء المعري: إذا فعلت الخير فاجعله خالصا واسجر لربك واسجر عن مديحك الألسنة.